من العبور من المرور. زيزو الضربة الركنية عالية وضربة جزاء، ضربة جزاء الركنية من زيزو ولمسة اليد من دفاع الدراويش شخصيا. خلينا نشوف ادي الإعادة، وادي محمد نصر وباهر المحمدي، ادي محمد نصر وادي باهر، لا باهر بعيد، لكن هي هي محمد. شوف الايد طبعا، المعيار والحكم، هل الايد زيزو في كامل تركيزه وبالقدم اليمنى في مواجهة فوزي؟ زيزو بلا رحمة، بلا رحمة يسجل زيزو بالتريد مارك وبطريقته المعتادة. أونكل زيزو يتألق في الدوري ويواصل التألق في الكاس ويفتتح التسجيل للزمالك في هذه المباراة بأول أهداف اللقاء بركلة جزاء. لا شيء الدراويش تقدم نسبيا مبكر، نسبيا مبكر. و